بعد تعادلهما بسنتر ميل قبل أسبوع بهدف مثله، تقبل المولودية الوجدية والمغرب التطواني إيابا هذا اليوم في مباراة استطاع خلالها الفريق الوجدي بقيادة مدربه الجديد عبد الملك العزيز تحقيق فوز كبير على المغرب التطواني بأربعة أهداف لصفر. المغرب التطواني الذي كان ممثلا في هذه المباراة بفريق الأمل بقيادة المدرب سمير يعيش ترك انطباعا جيدا لدى المتتبعين بفضل الأداء الجيد الذي قدمته العناصر التطوانية الشابة. أهداف الفريق الوجدي والتي تابعنا أحدها في هذه الأثناء تناوب على تسجيلها كل من جواد العمري قبل أن يضيف سعد الغرباوي أمامنا في الجولة الأولى الهدف الثاني. وبهذه الحصة انتهت الجولة الأولى من المباراة، وقد حاول الفريق التطواني العودة في النتيجة لكن الجولة الأولى انتهت بتقدم الفريق الوجدي. بعد 18 دقيقة على انطلاق الجولة الثانية محسن بوخاف يحرز الهدف الثالث، وكان الختام بواسطة محمد الحلالي عن طريق ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة، وبذلك انتقل فريق المولودية الذي يعاني على مستوى البطولة الوطنية إلى الدور الثاني من دوري الأمل.